الاتزان في الفراغ اول حاجه بتتعلموها حاجه اسمها معادلات الاتزان في ال 3 دي. ست معادلات يا جماعه، بيقولوا محصله القوه على محور الاكس اكسس بتساوي صفر، محصله القوه في الواي بصفر، محصله القوه على محور الزد بصفر. دول اول ثلاثه. الثلاثه اللي جايين محصله العزوم حوالين الاكس بصفر، محصله العزوم حوالين محور الواي بتساوي صفر، محصله العزوم حوالين محور الزد بتساوي صفر. دول ثلاثه كمان. اذا اجمالي عدد المعادلات طلع بيساوي صفر، يبقى لازم عدد المجاهيل في المساله يبقى اقل من او يساوي صفر. بناء على كده المساله اللي جايه لك في الامتحان يا تبقى ديترمينانت، نفس الكلام اللي عملناه في التو دايمنشن بالظبط، يا تبقى ريدندنت. حد فاكر كلمه ريدندنت يعني ايه؟ انديترمينانت. يعني الكلمه دي برضو لها بديل اسمه انديترمينانت في الامتحان، معناها ان عدد المجاهيل اللي في المساله اكتر من الست معادلات بتوعنا، وبالتالي لا يمكن حل المساله بتاعتي. لكن عدد المجاهيل اللي في المساله اقل من او يساوي السته، معناه ان النظام دوت يمكن حله واقدر اطلع الرياكشنز للست معادلات. الملحوظه رقم 2 اللي موجوده في الست معادلات، لو انا جيت عملت كده مقارنه ما بين ال 2 دي وال 3 دي، حد فاكر في ال 2 دايمنشن كان في كام معادله؟ ثلاثه. مجموعه القوه في الاكس بتساوي صفر، مجموعة القوة في الواي بصفر، مجموعة العزوم ها حول نقطة مش حول خط بقى، فخلي بالكم هنا عزم حول نقطة، وكان بيتجاب بالقانون اللي بيقول موجب أو سالب الإف فين يا جماعة؟ أما هنا في السي دي لا، موضوع مختلف خالص. بتجمع القوة في الإكس وتساوي بالصفر، وتجمع القوة اللي في الواي وتساوي بالصفر، شبه دول بالظبط هما، لكن طبعًا في أكيد عشان محور الزد موجود فبجمع كمان القوة اللي على محور الزد وأساوي بالصفر. اما في ال2 دايمنشن بتاخد العزم حول نقطه، لكن في ال3 دايمنشن بتاخد العزم حول خط، ده عزم حول محور مش عزم حول نقطه، بس مش اي خط، الخط ده اسمه الاكس اكسس، وممكن اخد العزم حول الخط اللي اسمه الواي، ولا اخد العزم كمان حوالين الخط اللي اسمه الزد، وصفر في الاخر كله عشان عمليه الاتزان دي. اذا ده اسمه العزم حول محور، لكن ده اسمه العزم حول نقطه، فيا ريت تفرقوا ما بين ال2 دي وال3 دي. ده يخليني بقى اخش في قصه كده، هو احنا بنجيب العزم حول اكس ازاي؟ والعزم حول الواي ازاي؟ والعزم حوالين الزد ازاي؟ قال لك بالمحددات. فخلي بالك انت في الفراغ مش في التو دايمنشن. طيب اول صف في المحدد، اول صف في المحدد هيبقى 1 0 0 0 1 0 0 1، ومن هنا بتيجي اللخبطه للاسف. لان كتير مننا حافظ ان اول صف في المحدد اي وجي وكي، قال لك اه موجود ده برضه ما زال علينا ما اتلغاش ولا حاجه، بس الكلام ده لما سعادتك بتجيب العزم حول نقطه في ال 3 دي، وانا ما باخدش العزم حول نقطه في ال 3 دي، ده انا باخد العزم حول خط حول محور. امتى؟ علشان بس الطالب يبقى فاهم كده، امتى بفتح محدد اول صف فيه اي وجي وكي؟ لما بتشتغل العزم حول نقطه، لكن وحيد واصفار لما بتشتغل العزم حول خط ومش اي خط، ده خط اسمه الاكس، خلي بالك انا كاتب الواحد عند الاكس اهو، خط اسمه الواي كتبت الواحد عند الواي، خط اسمه الزد كتبت الواحد عند الزد، وطبعا الباقي بس. الصف الثاني في المحدد هو عباره عن نقطه على القوه لها تكمله على فكره، بس كفايه كده. لان التكمله اللي جايه بصفر. المفروض نقطه على القوه ناقص نقطه على الخط اللي انا بلف حواليه، بس الخط هنا مميز قوي وعليه نقطة مميزة قوي، حد عارف مين النقطة ديت؟ الأورجن. يا جماعة ده محور الإكس، وأحسن نقطة موجودة على الإكس أكسس هو مين يا إخوانا؟ الأورجن، وبالتالي لما أقول نقطة على القوة ناقص الأورجن نفسها ولا لأ؟ نفسها. نفس الكلام هنا هقول نقطة على القوة ناقص الأورجن نفسها، نفس الكلام هقول نقطة على القوة ناقص الأورجن نفسها، أما الصف الأخير الإف كمتجه، الإف كمتجه، الإف كمتجه. وعايز أسمع منكم حاجة، حد فاكر دي كانت بتيجي إزاي؟ في الفراغ خمس طرق.
مين فاكر يا جماعه القوه بين نقطتين؟ القوه معاها ثلاث زوايا، القوه معاها زوايا. نفس الكلام هو ده، بتعتبر اساسيات الميكانيكا. لكن الكلام ده ما حدش يلغوه لي بقى، ما حدش يقول اصل الكلام ده كان قبل الترم فمالك، مالك ايه ده التحليل؟ ده التحليل ده، دي الميكانيكا كلها بتعتمد على التحليل اصلا. طيب يبقى ده كده الست معادلات، كلمه ديترمننت وريدندنت، ست معادلات في ست مجاهيل، الفرق بين ال2 دي وال3 دي. طب نجيب الام اكس ازاي؟ افتكروا الوحاد والاصفار، نقطه على القوه، العزم حوالين او القوه كمتجه وهكذا. هكتب جمله هنا كده، وده جمله مهمه جدا جدا جدا، اللي هي بتقول ايه؟ متى، او سؤال، متى يكون العزم حول محور، وطبعا بقصد بالمحور ده يا جماعه عشان نبقى متفقين كده، الاكس او الواي او الزد، مساويا للصفر. عايز اقول امتى العزم حول محور بيساوي، ها يا اخوان حد فاكر؟ قال لك في حالتين، لما تلاقي القوه بتاعتك بتوازي الخط، او تلاقي القوه بتاعتك بتقطع المحور بتاعك، وطبعا المحور برضو يا اكس يا واي. قال لك في الحالتين سواء دي او دي، يبقى العزم على طول بيساوي صفر، يعني ما تفتحوش محدد. يعني ممكن اصيغ الكلام ده باسلوب تاني، ان عدد المحددات اللي انت بتفتحه للعزم حول محور يا اكس يا واي يا زد بيساوي عدد القوى التي، حد يأكد؟ ها حد يعرف يكمل؟ ها ها حد يعرف يقول يا جماعه عدد المحددات اللي بينفتح مثلا للعزم حوالين الاكس؟ مش انت عايز تجيب الام اكس يا باشمهندس؟ هتفتح كم محدد في المساله دي؟ قال لك عدد المحددات بيساوي عدد القوى التي، حد يعرف يقول ايه؟ الله ينور عليك يا اللي لا بتوازي ولا بتوازي، دي بتاعتكم انتوا مش بتاعت انا. ما حدش يجي جنبك كده في اللجنه ويقول لك خلي بالك القوه دي بتوازي المحور فعزمها بصفر، القوه دي بتقطع المحور فعزمها بصفر، لكن الباقي ده كله لا بيوازي ولا بيقطع، الباقي ده كام؟ اربع قوى، هتفتح اربع محددات وتنجمعوا مع بعض فتجيب حاجه اسمها سيجما الام اكس. انتوا عارفين يعني ايه سيجما ولا مش عارفين؟ بجمع عزوم قوه. طب يا باشمهندس يساوي عدد القوى التي لا توازي ولا تقطع المحور، طبعا اللي هو الاكس او الواي. كده خلصنا المعادلات بالتنبيهات بتاعتي. الجزء اللي جاي يا ترى ايه خطوات حل المساله بتاعتي؟ قال لك نفس الخطوات بتاعت التو دايمنشن بالظبط. حد فاكر خطوات حل مساله التو دايمنشن؟ يعني اول خطوه كده التعرف على الجسم المتزن. طب بص كده الخطوه الثانيه، نرسم مين؟ ها ده اهم حاجه، نرسم الفري بودي دايجرام. الخطوه الثالثه دي بقى مش محتاجه خطوه بس هنكتبها برضو بالمره، هو تحليل القوى المائله، اي قوه مائله حللها الاول. الخطوه رقم 4 والاخيره نطبق في المعادلات اللي هي الست معادلات بتوع الفيزياء. فده يخليني، طب هو مين الفري بودي دايجرام؟ قال لك اللي عايز يرسم الفري بودي دايجرام في ال 3 دي لازم يبقى حافظ كويس قوي قوي السبورتس. حد فاكر بقى السبورتس خدناها فين قبل كده؟ النهارده هناخدها فين؟ في ال 3. مين بقى يا جماعه يسمع لي كده الدعامات اللي موجوده في الدوله دي؟ الفيكسد سبورت بيتشال وتحط مكانه؟ هو في الاكس هو في الواي العزم. طب العزم، طب انا اسف، الهنج ولا البن ولا البيفوت اللي هو المفصله؟ قوتين، واحده في الاكس وواحده. طب الرولر ولا الروكر ولا البولر ولا واحده عموديه؟ طب السطح الاملس هو واحده عموديه، السطح الخشن قوتين، واحده عموديه واحده عموديه. اما الدعامات المره دي عشان نبقى متفقين، اي دعامه انا هجيب سيرتها بعد شويه لازم تبقوا عارفين ان هذه الدعامه بتستبدل بواحده او باثنين او بثلاثه من الست حاجات دول، او باربعه او بخمسه او السته نفسهم. تاني لازم تبقوا عارفين ان الدعامه بتستبدل ب يا بقوه في الاكس يا بقوه في الواي يا بقوه في الزد، يا عزم حوالين الاكس يا عزم حوالين الواي يا عزم حوالين الزد. وبرضه المعلومة اللي جاية دي خطيرة جدا، ليه؟ قال لك طب امتى استبدلها بقوة في الإكس أو قوة في الواي أو قوة في الزد؟ قال لك إذا منعت الحركة في الإكس أو في الواي أو في الزد. منعت، يعني مفيش حركة في الإكس هتحط قوة في الإكس. مفيش حركة في الواي حط قوة في الواي. مفيش حركة في الزد حط قوة في الزد. طب لو في حركة؟ حركة ما تحطش حاجة، لأن رد الفعل هو اللي بيمنع الحركة دي. فكون ان انت تحط قوه رد فعل في الاتجاه ده معناها ان انت منعت الحركه في هذا الاتجاه. بس الجسم بيتحرك يبقى انت كده بتعك، بتشغل غلط. طب حد يقول لي امتى بحط عزم؟
لو منع ايه؟ دعاء ما منعت الدوران حوالين الاكس مثلا يبقى تحط ام اكس. طب لو منعت الدوران حوالين الواي هتحط ام واي. طب لو منعت الدوران حوالين الزد. طب لو لقيت دعامه بعد شويه بتسمح بالدوران في جميع الاتجاهات ها تحط شيزون خالص. طب لو لقيت دعامه بتسمح بالحركه في جميع الاتجاهات تحط شيزون خالص. فاهمين حاجه؟ طب تعالى بقى نسمع كده اول دعامه عندنا النهارده. اول دعامه اسمها الفيكسد سبورت. اول دعامه اسمها ايه؟ طب تعالى شكلها هيجي لك في الامتحان جسم كده والارض ماسكاه بالمنظر ده مثلا. روح جاي عامل لك بقى ادي محور الاكس ادي محور الواي ادي محور الزد. حد عارف الارض هتستبدل بقد ايه يا جماعه؟ بست حاجات. ايه هم الست حاجات؟ قال لك الارض هتستبدل بقوه في الاكس وقوه في الواي وقوه في الزد وعزم حوالين الاكس وعزم حوالين الواي وعزم حوالين الزد. حد عارف ليه؟ اصل الارض منعت الحركه في الثلاث اتجاهات ومنع الدوران في الثلاث اتجاهات، صح ولا لا؟ فالارض ماسكه الجسم محوط عليه. ابسط مثال انا قلت لكم عليه الحصه اللي فاتت، الشجره اللي واقفه في الشارع ده، الشجره دي مين اللي ماسكها يا باشمهندسين؟ الارض. فمنع الحركه في الاكس وفي الواي وفي الزد، ومنع الدوران حوالين الاكس والدوران حوالين الواي والدوران حوالين الزد، واللي منع الحركه والدوران في الثلاث اتجاهات الست حاجات دول. الدعامه رقم اثنين اسمها البند، اسمها الهنج، اسمها البيفو. حد جدع كده يعرف يقول دي معناها ايه باللغه العربيه؟ فصلت الباب هناك يا جماعه. لو ده الباب ده متثبت بثلاث مفصلات واحده. مفصله الباب في الامتحان بتترسم كده يا فندم. ادي مفصله الباب، ادي محور الاكس، ادي محور الواي، ادي محور الزد. ركز كده ويجي يعمل كده في الامتحان. حد جدع يعرف يقول المفصله دي؟ ده مفصله بجد بس انا مش عارف ارسمها، هو بيرسمها احسن مني طبعا. اهم حاجه اهم حاجه لما تجي لك مفصله في الامتحان تتعرف على محورها. يعني ايه بتلف حوالين مين؟ هي بتلف حوالين مين؟ لكن ممنوع الحركه فين؟ في الاكس وفي الواي وفي الزد. مفصله ثابته يا جماعه، ما تقدرش تمسكها بايدك وتحركها في الاكس او في الواي او في الزد، متثبته بمسامير. حد بقى جدع يعرف يقول وبتمنع الدوران فين؟ العمودي عليها صح؟ هي موجوده على مين؟ يبقى منع الدوران على مين وعلى مين؟ يبقى هتتشال وتحط مكانها خمس حاجات. اول ما تشوف الدعامه المفصليه دهيت هتحط مكانها، هي موجوده عند النقطه دي، فتحط مكانها قوه في الاكس. لا لا ما تعديش الكلام كده بتسكت. حط قوه مكانها فين؟ قوه فين؟ ما رحتش على الاكس وحطيت حاجه. الناس اللي هتحط على المحاور تبقى نصيبه سود، احنا ما بنحطش على المحاور حاجه. انت واخد بالك انا حطيت ايه؟ ها؟ موازي، عشان هي اصلا مش موجوده عند الاورج، انت موجوده بعيد عند الاورج. طب بص كده لما اقول لك حط قوه في الواي ما تروحش على الواي وتحط لي عند الدعامه تعمل موازي للواي. بالصدفه القوه انطبقت على الزد. عارفين ليه انطبقت على الزد بالصدفه؟ عشان هي على الزد. طب العزمين يتحطوا فين؟ اسمع وتعلم. على الاكس وعلى الواي. هتلاقي معظم الطلبه كبر دماغها دي وما بتذاكرش اول باول كده، يروح على المحاور يحط، هيصلح لك المساله غلط. مطرح ما الدعامه بتتشال مطرح ما ردود الافعال بتتحط. يعني انا عايز احط ام اكس هتحطه هنا اهو على القوه اف اكس، وعايز تعمل ام واي اهو يا باشمهندس، شايف انا بعمل ايه؟ ها يا جماعه متفقين؟ طب كده الدعامه المفصليه بتستبدل بخمس حاجات، ثلاث قوى وعازمين. حد اخد باله العازمين دايما بيتحطوا فين؟ ما تقوليش على الاكس وعلى الواي تبقى نصيب. عموديين على محور، عشان كده اهم حاجه لازم تتعرفوا على محور. تنبيهين تنبيهين تنبيه الاول، دايما مع المفصلات دايما مع المفصلات بيذكروا الجمله دي في راس السؤال. يجي كده في راس السؤال في الامتحان يقول الجمله دي، فدي محتاجه تفسير. الجمله بقى بتقول ايه؟ ان الهنج المفصله اد ايه عند نقطه الايه هاز نو اكسيال ثراست. وكلمه ثراست ما تضايقش، وكلمه ثراست ما تزعلش، معناها فرص. بس انت احفظ ورايا بس. حد يترجم الجمله دي بقى. وان الهنج او المفصله اللي موجوده عند نقطه الايه ليس لها قوه. حد يترجم كلمه اكسيال محوريه، يعني ليس لها قوه على محورها. حد عارف ده معناته ان انا هعمل ايه كمان؟ هتشيل الاف زد من المساله. ده هو اللي بيقول مش انا. راس السؤال بيقول لي سعادتك سمع الدعامه حلوه قوي، ثلاث قوى وعزمين.
لكن قال الجمله دي تروح شايل القوه اللي على المحور. طب ما قالهاش هتعمل ايه؟ سد. كلام واضح يا جماعه. طب الجمله الثانيه، الجمله الثانيه دي خطيره 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 بجد يعني. اصل انا عمري ولا انت شفنا باب متثبت بمفصله واحده، حد شافه قبل كده ده؟ حد شافه؟ ها؟ انا ما شفتوش. اللي شاف باب متثبت بمفصله واحده يدلنا عليه نروح نتفرج عليه قدام. على الاقل كام مفصله؟ لكن هما بيثبتوا بثلاثه. زياده امان يعني. بيثبت اربعه، بيثبت بخمسه، بيثبت بعشر مفصلات، هو حر. ماني فلوس. كل واحد معاه قرش زياده يدفع. ما معكش خليك بقى على قد حالك كده حبيبي، مفصله فوق ومفصله تحت. خلي بالك انا واقف في مشكله حتى لو مفصلتين، ما انا واقف في مشكله كبيره. ليه؟ لان انا مثلا لما اجيب لك باب بالمنظر التحفه ده واقول لك ده في مفصله في المكان الجميل ده وفي مفصله في المكان التحفه ده، يلا يا باشمهندس ارسم لي بقى الفري بودي ديجرام بتاع الباب. قال لك الطالب الشاطر اللي بيسمع ايه؟ واما المفصله في الامتحان بتستبدل بثلاث قوى عزميه، سمع ثلاث قوى ايه؟ فجاء عند النقطة ايه؟ وراح حاط قوة في الاكس وقوة في الواي وقوة في الزد وراح حاطط ال ها؟ قال لك طير بقى العزوم. حد عارف احنا بنطير العزوم ليه؟ اسمع القاعدة اللي احنا بنشتغل بيها. وإذا وجد في الفراغ أكثر من دعامة الغي عزوم كل الدعامات اللي في المسألة. واضح إن هو عنده مشكلة لو حط العزوم. حد حس بيها؟ تعالى كده نمشي ورا الحفظ. هنا هتحط ثلاث قوى وعزمين يعني خمسة، وفوق ثلاث قوى وعزمين يعني خمسة، خمسة وخمسة، وانت اخرك ينفع تحل المسألة؟ قال لك اه ينفع. لما اعمل ايه؟ اشيل العزوم. انا بتشطر على عزم، ما اقدرش اتشطر على قوة لما يقول لي. ما بقدرش اشيل قوة بمزاجي الا لما بيقول، وانت عرفت بيقول هاي ازاي؟ هاز نو اكسل ثراست اكسل فورس. طب بص كده الدعامة اللي فوق، لو انا سميت دي اكس وايه واي وايه زد، طب بص كده ويقول لك هنا ثلاث قوه، واحده في الاكس وواحده في الواي وواحده في الزد، امال فين العزمين؟ بالسلامه اضربوا في الزباله كده. المساله بقت كام مجهول؟ ها وممكن يخليهم خمسه. ان هو يعمل ايه؟ ده بيلعب معاك لعبه. يقول لك ذا هنج ات ايه او بي، بس ما يقولش الاثنين. ها يات ايه؟ ها ما يقولش هاز نو اكسل ثراست. ده معناته ان انا اعمل ايه كمان؟ اروح شايل الايزي ده من المساله. يبقى انت كده المساله بعد ما كانت 10 مجاهيل بقت ايه يا جماعه؟ بقت خمسه. اذا خلي بالك لو موجود اكتر من دعامه سواء من نفس النوع او مش من نفس النوع، سواء من نفس النوع او مش من نفس النوع حتى، الغي حضور كل الدعامات عشان اخلي عدد المعادلات يساوي عدد المجاهيل، او خلي العكس عدد المجاهيل يساوي عدد المعادلات. الدعامه اللي جايه في منتهى الخطوره لانها من اكثر الدعامات اللي جت في امتحانات الفاينل. هناك ايه؟ شايفين سلك الكهرباء ده؟ حد يقول لي بقى بيتثبت ازاي؟ ما سلك الكهرباء ده الجسم. لا مش معقوله مش شايفينه متثبت ازاي؟ بيتثبت اه كليبس. عارفين الكليبس ده؟ اسمه البيرنج. الدعامه اللي عليها الدور اسمها البير. وعندي مشكلة كبيرة جدا الناس اللي نامت أربعة توأمها اسمها ثراست بيري. بس أنا هقول لسعادتك بعد شوية أنا نفسي ما بعرفش أفرق بينهم لا في الشك ورأس السؤال ما بيقولش الاسم. رأس السؤال ما بيقولش كلمة ثراست أبدا. ده رأس السؤال هيقول لك في عند النقطة الفلانية بيري. وتيجي تبص كده وتطبق شوية قواعد أقول لك عليها بعد شوية تلاقي ثراست بيرنج. وطبعا انت لازم تعرف الفرق بين البيرنج والثراست، لازم تعرف الفرق حتى لو من ناحيه الفيزيكس التاثير. يعني الدعامه دي بتعمل ايه في الجسم والدعامه دي بتعمل ايه في الجسم. قال لك في الاول وفي الاخر الدعامه اللي هناك ده اسمها البيرنج، اللي هي عباره عن حلقه حوالين الجسم اللي تثبته بالمنظر ده. ادي الماسوره. خلي بالكوا دايما البيرنج ده بيجي مع المواسير. وروح جايب لك كليبس بالشكل ده وروح بقى مثبت الكليبس كده. طب الثراست بيرنج قال لك في الشكل اهو، روح جايب لك الماسوره كده اهو وروح عامل كده اهو. حد اخد باله؟ حد يعرف يفرق بينهم في الشكل؟ لا لا الاثنين زي بعض بالظبط. طب الفرق بينهم بقى عمل اهو. اما البيرنج عباره عن حلقه حديد، على فكره اللي عنده بوابه حديد ترباس بتثبت على حلقتين. اتنين بيري عشان يقدر يعمل ايه؟ ها؟ قال لك يقدر يتحرك ويلف.
صح ولا لا؟ عامل اهو، بقول لك الترباس اللي عندك في البيت بتاع البوابه الحديد، مش الترباس المبطط، الترباس المدور. حلقه ويقدر الجسم ده الجسم يتحرك، يعني مفيش قوه. صح ولا لا؟ لكن ما يقدرش يعمل ايه؟ يتحرك في الواي ويتحرك في الزد. اهو في رد فعل في الزد وفي رد فعل في الواي، لكن ايه؟ في حاجه في منعه؟ في الاكس لا. طيب يلف حوالين الاكس صح ولا لا؟ لكن ما يقدرش يلف حوالين مين؟ ولا يقدر يلف حوالين مين؟ مين جدع يعرف ان البيننج هيتشال ويستبدل بايه في الامتحان؟ باربع حاجات. ما تحطش قوه على المحور ولا عزم حوالين المحور، صح ولا لا؟ لكن حط قوه فين؟ على الواي. قوه فين؟ على الزد. وعزم حوالين مين؟ وعزم حوالين مين؟ فالبيرنج يستبدل دائما باربع حاجات، قوتين وعزمين عموديين على المحور. احفظ الكلام ده زي ما انا حافظه كده، بس بعد ما تفهمه الاول. اما الثراست، ثراست بيرنج، قال لك هو عباره عن حلقه بس ضيقه شويه. ضيقه زي ده اهي، على فكره ده الثراست. خانق على الجسم، خانق على الجسم، بس مزود من جوه. هقولها بس مش كل الناس هتعرفها، رمان بلي زي اللي موجود في المروحه. ليه؟ علشان هو ضيق وخانق على الجسم، كل ما الجسم يجي يتحرك ده اللي ماسكك، صح ولا لا؟ لكن يقدر يعمل ايه جوه؟ يلف. علشان كده سموه فورس بيرنج. حد عارف ليه؟ لانه الفرق بينه وبين البيرنج العادي ان احنا هنزود على اللي فوق ثراست او فورس. يعني من الاخر الفرق بين البيرنج والثراست. اهلا يا دكتور، الله يخليك. اتفضل يا باشا. حاضر. اوعى يا ابني. علشان اسمع، اسكت وانت اسمع. علشان الثراست بيرنج بيمنع الحركه في الاكس عشان هو ضيق، فزودنا عن البيرنج العادي قوه في الاكس. اما البيرنج قوتين وعزمين زي ما هو مفيش مشاكل. الملحوظه اللي انا شايفها ان العزمين بيتحطوا عموديين على المحور ده. هنخش في جزئيه مهمه جدا بقى، خلي بالكم من حيث الشكل مفيش فرق بين البيرنج والثراست. وللاسف راس السؤال ما بيقولش ان ده ثراست. السؤال بقى نعرفهم من بعض ازاي؟ قال لك بالقواعد اللي جايه دي، في ثلاث جمل انا هقولهم بيعتبروا مفاتيح حل عدد كبير جدا من المسائل. بمعنى اذا تم تثبيت الجسم ببيرنج واحد بس، يعني الدعامه واحده بس اللي هي البيرنج، قال لك يبقى الدعامه دي اسمها الثراست بيرنج. اذا تم تثبيت الجسم باثنين بيرنج يبقى احدهما بيرنج والاخر ثراست، واختار بمزاجك. لكن لو تم تثبيت الجسم بثلاثه بيرنج يبقى كلهم بيرنج، مفيش ولا واحد فيهم ثراست. اقول تاني الثلاث جمل لو لقيته في المساله، حد يفرق ما بين الرسومات اللي جايه؟ وخلي بالك رسمتين جم في الامتحانات والرسمه الثالثه هتبقى في الشيت. يعني المساله اللي في الشيت جايب لي ماسوره غاز زي اللي في البيت عندنا كده مثلا بالشكل ده. جزء منها مثلا زي الجزء ده بيوازي محور الاكس. الجزء ده موجود مع محور الواي، الجزء ده موجود مع محور الزد. ويجي في الامتحان يقول لك انا ثبتت الماسوره دهيت بثلاث كليبسات. بثلاثه، خلي بالك راس السؤال ده الكلام بثلاثه بيرنج. البيرنج الاولاني موجود في المكان دوت. والبيرنج الثاني موجود على المحور دوت. والبيرنج الثالث موجود في المكان دوت. حد اخذ باله ايه الفرق بين الثلاثه؟ قال لك كل واحد على محور، صح ولا لا؟ يبقى كلهم بيرنج مفيش ولا واحد فيهم ثراست. حد بقى جدع يفتكر كده النظري تطبيق محفوظات، البيرنج كان بيستبدل بايه؟ قوتين عموديين على المحور، صح ولا لا؟ قال لك طب تعالى كده، ده موجود على محور مين؟ الواي. فلو النقطه دي اسمها ايه؟ اروح جاي كده في الامتحان وشايل وحاطط، شايل وحاطط ايه؟ هتحط قوه عموديه على الواي في اتجاه الزد او بتوازي الزد، وقوه عموديه على الواي في الاكس يعني بتوازي الاكس. طب العازمين راحوا فين؟ العازمين فين؟ قال لك عشان في تعدديه، في اكتر من دعامه في المساله، فالعزوم بتطير في المساله دي كلها، وبالتالي ما حطيتش العزمين. طب حد جدع يعرف ان الدعامه بي موجوده على محور مين؟ الزد. فاحط مكانها قوتين، واحده في الاكس وواحده في الواي، والعزمين طاروا من المساله، ما فيش عزمين في المساله. طب وهنا عند النقطه سي، حد عارف هي موجوده على انه محور؟ محور الاكس او بيوازي الاكس، ما هو الاكس. يبقى احط عند السي واحده بتوازي الزد واحدة بتوازي الواي، والعزوم بالسلامة. كده عندك كم مجهول يا هندسة؟ ها؟ كده عندك كم مجهول؟ كم معادلة؟ تتحل ولا ما تتحلش؟ جو اهيد بقى كده، مجموعة القوة في الإكس، مجموعة القوة في الواي، مجموعة القوة في الزد، مجموعة العزوم حوالين الإكس، العزوم حوالين الواي، العزوم حوالين الزد، زي ما هنحلها بعد شوية.
لكن لما يجيب لك ماسورة الغاز ولا ماسورة المية في الامتحان بالشكل ده ويقول لك لا ده انا هثبتها لك كده، حد كده يعرف مين ده بقى؟ ده الصراص، لان الواحد بطوله كده الواحد في مثلا يبقى لازم يبقى صراص. على فكره الموضوع مفهوم برضه، لان لو بيرنج، ما انت لو فاهم فيزيكس كويس، حد فاكر البيرنج كان اخباره ايه؟ واسع، وبالتالي لو انا مثبت الجسم ده ببيرنج واسع كان ايه اللي حصل يا باشمهندس؟ كان وقع، صح ولا لا؟ وبالتالي يا باشمهندس ما ينفعش يبقى بيرنج، لازم يبقى ايه يا جماعه؟ لازم يبقى صراص. حد فاكر الصراص بيستبدل بايه؟ ها؟ بقوة في الاكس انا اشطر منه، بقوة في الواي، بقوة في كمان، وكم عزم؟ عموديين عليه، هو موجود على محور الزد، يبقى في عزم اسمه ام اكس وعزم اسمه ام واي، حد جدع يعرف يقول العزمين اتحطوا ليه ما اتشالوش ليه؟ مش لوحدها، طب يجي في الامتحان، نفس الماسوره ما فيش أي مشاكل أوي يا هندسة، يجي في الامتحان يقول لك لا ده أنا مثبته بواحد اسمه البيرنج وبواحد اسمه البين، خلي بالك رأس السؤال اللي هقول بيرنج وبين، بيضحك عليك. لان المفروض كده تم تثبيت الجسم بايه؟ باتنين، فيبقى واحد وايه؟ واحد بيرنج وواحد صراص. وخلي بالكم العزوم هتطير برضه، حد عارف العزوم هتطير ليه؟ عشان التعدديه في اكتر من دعام، وبالتالي يا باشمهندس ده لو صراص هيستبدل بقوه في الاكس وبقوه في الواي وبقوه في الزد، اما ده بيرنج عادي بيستبدل بقوتين، واحده في الاكس واحده في الواي، مفيش حاجه على الحوار. وبالتالي يبقى اجمالي عدد المجالي اللي اتحط قد ايه يا باشمهندس؟ خمس. انت عندك كم معادله؟ انا في الامان اعرف احل المساله بتاعتي. إذا وجد في المسألة بيرنج واحد فهو صراص، إذا وجد اثنين فأحدهما وأحدهما، أي اختار عايز تعمل اللي فوق صراص واللي تحت بيرنج أنت حر. إذا وجد في المسألة أكتر من اثنين يعني ثلاثة ما ينفعش أربعة على فكرة. حد عارف ما ينفعش أربعة ليه؟ لأن لو أربعة أنت بتزود مجاهيل وأنت آخرك ستة، عشان كده يا واحدة يا اثنين يا ثلاثة. في دعامتين كمان أو في دعامة كمان، الدعامة اللي عليها الدور ودي جميلة جدا وكلكم بتحبوها وبتحفظوها بسرعة، الدعامة رقم خمسة اسمها البول أند سوكت. الله، حد عارف البول والسوكت يعني إيه؟ كورة داخل تجويف، كورة وتجويف، كورة وجراب. ده هقول شوية أمثلة بس حاولوا تفكروا فيها. سن الألم الجاف، سن الالم الجانبي. الكوره والتجويف عباره عن ازازه المسك اللي بتبقى في فوهه الانبوبه بليا، هي دي عباره عن علامه المرسيدس، الستار بتاعه المرسيدس متثبته على الكبوت ببول اند سوكت، كوره داخل تجويف. من الاخر تعالى كده ناخد فكره عمل سن الالم الجانبي. سن الالم الجانبي عباره عن ايه يا جماعه؟ عباره عن السن نفسه اللي هو الحديد ده، وفي تجويف من هنا كده، ادي التجويف، وراح جايب بليه والبليه دي حاططها جوه التجويف وقافل عليها، بس جزء من الكوره ولا جزء من البول ظاهر لفوق. حد بقى جدع يعرف يقول الكوره جوه التجويف فما تقدرش الكوره تسيب التجويف، يبقى ما تقدرش تتحرك، لكن تقدر تعمل ايه جوه؟ تدور في جميع الاتجاهات عشان تاخد الحبل ولا المسك اللي جوه ده وتطلعه من جوه الايه يا جماعه؟ لبره. هي دي الفكره، نظريه العمل اتبنت على كده. طيب لو انا جبت بقى جسم، انت المساله في اتزان للجسم، الجسم اهو، ورحت لحمه في الكوره، نفس فكره الجويستيك بتاع البلاي ستيشن، حد جدع يعرف يقول اللي بيحصل بقى للدراع ده؟ الدراع ده يقدر يعمل ايه؟ يقدر يتحرك؟ لا، لان لو اتحرك يبقى الكوره تسيب السوكت، تسيب الجراب، لكن تقدر تعمل ايه بالدراع ده؟ تقدر تلف حوالين الاكس يبقى ما تحطش عزم، تقدر تلف حوالين الواي فما تحطش عزم، تقدر تلف حوالين مين؟ لكن ما تقدرش تتحرك في الثلاث اتجاهات. يبقى من الاخر حد يعرف يقول البول والسوكت ده هيتشال ويتحط مكانه؟ ده قوه، شكله عامل ازاي؟ ادي البول وادي السوكت. هي دي رسمته كده فعلا في الكتاب وفي المرجع، ويروح جايب الجسم ماسك في البول، فانت اول ما تشوف البول والسوكت تحط قوه في الاكس وتحط قوه في الواي وتحط قوه في الزد 100 100. الدعامتين اللي جايين سهلين قوي يا جماعه، في واحده اسمها السطح الاملس اللي هو اسمه السيرفس، وفي واحده اسمها الراف سيرفس، ودول ولاد عم برضه في الشكل، ادي سطح وخلي بالكم اترسم على شكل مستوى، ويروح جايب لك الجسم في الامتحان سدد عليه عند النقطه دي. لو سطح املس هتحط مكانه رد فعل عمودي خلاص. طب لو سطح خشن هتحط رد فعل عمودي، وايه كمان؟ واحتكاك موازي. المشكله ان انت علشان تعمل احتكاك موازي لازم تبقى عارف ان اكس اكسس بيوازي ومحور الواي بيوازي، اما محور الزد هو الوحيد اللي عمودي، وبيقول لك لو سطح املس حط رد فعل عمودي يبقى مع الزد، لو سطح خشن حط رد فعل عمودي واحتكاك بيوازي. طب انا هحط الاحتكاك على الاكس ولا على الواي؟ قال لك ما تزعلش حد يحط الاحتكاك على الاثنين، فراح حاطط الفريكشن على الاكس وراح حاطط الفريكشن على الواي، يبقى كده الراف سيرفيس بيستبدل بايه؟
بثلاثة، والسموث سيرفيس بواحد، والبول اند سوكيت بثلاثة، والبيرنج بأربعة، والثراست بيرنج بخمسة، والدعامة المفصلية بخمسة، والدعامة الثابتة بستة. فهمتوا حاجة؟ ده لازم شفتوا انا حافظهم ازاي؟ اسم وشكل وفهم كل ده، وانت قاعد النهارده في البيت كده اقعد سمع لنفسك الدعامات. حد جدع يعرف امتى بنشيل العزوم بتاعت الدعامات؟ يعني ايه هاز نو اكسيال فورس؟ مش طارق هو مساء. طب انتوا بتجيبوا الام اكس ازاي؟ ها؟ حد يقول يا جماعه بنجيب الام اكس ازاي؟ حد. طب كم محدد بيتفتح لو اجيب العزم حوالين الاكس؟ عدد القوى اللي بتوازي طب اول صف في العزم حوالين الاكس، طب اول صف في العزم حوالين الواي، طب اول صف في العزم حوالين الزد. الله ينور. لازم تحفظوا الكلام ده وبعدين لما نشوف المسائل، لان المسائل بتعتبر تطبيق على اللي انا قلته دوت. هبدا بمساله موجوده في الشيت عندكم، ومن ضمن المسائل السهله المطلوبه برضو حلها في مسائل في كتاب. المسائل اللي عليها سوليوشن لازم تحلوها. طيب والله يا باشمهندس مساله الباب، انا مثلا لما اجي في الامتحان واقول لك ادي محور الاكس اكسس وادي محور الواي اكسس وادي محور الزد اكسس، خلي الواي ده افقه كده بالشكل ده زي ما هو عامله في الكتاب، وراح جايب عامل كده وعامل كده وراح عامل كده وراح عامل كده وراح عامل كده ومسح الضلع ده، وبعدين راح جاي عامل وجهناها مثلا يعني وعامل افقه حلو كده وراح عامل مفصلتين، واحده فوق واحده تحت بالشكل الجميل ده، ومسمي دي ايه ومسمي ده بي، وراح مدي لك الباب المفتوح بزاويه 40 درجه، وراح عامل كده ومدي لك المسافه دي مثلا 3 من 10 متر ودي 6 من 10 متر ودي 3 من 10 متر والباب هنا 1.2 من 10 متر وهكذا. يعني شكل الباب باين يا جماعه ولا مش باين؟ باين ولا مش باين؟ طب الباب ايه المربع اللي ورا الباب اللي هو موجود في الواي زد بلين ده؟ ده ايه ده يا جماعه؟ الهواء الفتحه اللي انت بتقفلها، لو الباب ده فتح ولا قفل؟ لو قفل مثلا يعني الزاويه بدل ما 40 بقت 90، ايه اللي هيحصل للباب؟ هيقفل. عشان كده برضه ما تستغربش ان هو يسيب ده ابيض حلو كده ويروح جاي مسوي ده. عارفين مين السواد ده؟ الحيطه. لا ده بيحصل حاجات غريبه جدا، الحيطه دي حيطه. طيب حد جدع بقى يعرف اول خطوه من خطوات حل المساله؟ انا اسف، راس السؤال الاول بيقول ايه؟ راس السؤال بيقول ادور باب الوزن بتاعه بيساوي 150 باوند فيكسد او سبورتد باي، مثبت ومدعم ب تو هنجز كم مفصله؟ ات اي اند بي. والله راجل محترم. اسمع بقى الجمله اللي جايه دي، لان هو ده التريكات اللي في المسائل. وقال لك ان الهنج عند البي هاز نو اكسيال ثراست. حد جدع يعرف يقول يعني ايه اكسيال ثراست؟ هنشوف دلوقتي واحنا بنرسم الفري بادي دياجرام ايه فائده الكلام. ايه بقى الريكوايرمنت في المساله؟ تعال نقول ده الجيفن، لكن الريكوايرمنت في المساله لو سمحت او جيت الرياكشنز. يعني ايه كلمه الرياكشنز؟ مين بقى يا جماعه يعرف يقول لي اول خطوه نعمل ايه في الامتحان؟ ها؟ واخد الباب؟ لا انا لو منك ارسم المحاور الاول، ادي محور الاكس، ادي محور الواي، ادي محور الزد، واروح جاي راسم الباب بالمنظر الجميل ده كده، وابدا اقول يا باب انت عليك ثلاث نقط مهمين. حد يعرف مين هم الثلاث نقط دول؟ لو ما عملتوش كده مش هتعرفوا تحلوا مسائل. ثلاث نقط مهمين. يا نقطة A أنت عندك حاجات أنا مطلوب مني أظهرها. يا نقطة B أنت عندك شوية حاجات مطلوب مني أظهرها. يا مركز الباب أنت عندك الوزن 150، صح ولا لأ؟ هم دول الثلاث نقط المهمين الـ A والـ B ومركز الباب. واحفظوا يا جماعة إن مركز أي جسم، مركز أي جسم دايما بيسموه جي كابيتال، اختصار لحاجة اسمها سنتر أوف جرافيتي، مركز صفر الجسم. بس اختصارا لايه؟ سنتر اوف ايه؟ جرافيتي اللي هي الجاذبيه، مركز الجاذبيه، يعني مركز صفر الجسم اللي هو دايما بنحط من عنده مين يا جماعه؟ الوزن الراسي دايما. للاسف. طب حد بقى يقول يا مفصله ايه؟ هشيلك واحط مكانك ثلاث قوى وعزمين، العزمين اختفوا، بقى قوه في الاكس اسمها اي اكس، قوه في الواي اسمها اي واي، قوه في الزد اسمها ايه زد. يا نقطه بي دي مفصله ثلاث قوى وعزمين، طير العزمين بقت بقى قوه في الاكس اسمها بي اكس، قوه في الواي اسمها بي واي، والبي زد لا. حد عارف البي زد لا ليه؟ هو اللي قال الغي القوه
هو إلا على محور الدعاء اللي عند البيت، والمحور بتاعها هو محور الزد فلغيت البي زد. اتبقى حد جدع يعرف يقول خمس مجاهيل عدتهم وانا عندي كام معادله؟ ست. مظبوطه ولا لا؟ حلو يا باشمهندس. الخطوه اللي جايه ان انت تحلل القوه المايله. تحلل القوه المايله، اصلا ما فيش ولا قوه مايله، يبقى الخطوه دي مالهاش لازمه. اصلا ما فيش ولا قوه مايله، ده القوه دي اوريدي مع الاكس، اوريدي مع الواي، مع الزد، مع الاكس، مع الواي، حتى دي مع الزد السالب. في مسائل صعبه ثانيه هتلاقي بقى قوه معاها زاويتين ومسقط، معاها ثلاث زوايا، معاها نقط، معاها زاويه واحده، اللي هو الطرق التحليل اللي احنا اخذناها قبل المتر. اما هنا لا، عشان كده اروح جاي عامل كده في الامتحان ومحصله القوه في الاكس اكس. مين جدع بقى يعرف يقول في كام قوه على محور الاكس قدام؟ اكس وبي اكس، يبقى الاي اكس زائد البي اكس، الكلام ده بيساوي كام؟ قال لك يا باشمهندس ادي المعادله رقم واحد. اللي بعده محصلة القوة في محور الواي بتساوي صفر، كم قوة في محور الواي قدامه؟ والله يا باشمهندس أنا شايف البي واي وشايف الواي، حد شايف حاجة تانية؟ يلا يا عم، أنت عارف إن أنا بطلعه ده بيسموه في علم الرياضة إيه؟ المعادلات، أنت بتطلع معادلات، وخلي بالك المسألة دي أو المعادلة دي فيها مجهولين، فلازم معادلة كمان، المعادلة دي فيها مجهولين، لازم لها معادلة كمان معاك. طيب، ومجموعة القوة في الزد بتساوي صفر، طب يلا يا هندسة في كم قوة في الزد؟ اثنين، واحدة بالموجب اسمها إيه زد؟ واحدة بالسالب اسمها الله، شايف يا باشمهندس المعلومات اللي طالعة دي؟ يبقى مين اللي طلع؟ 150، وده أحد المطالب اللي هو عايزها، عشان كده ما سميتهاش المعادلة رقم هناك، المعادلة لما يبقى فيها مجهول واحد ما تبقاش معادلة، المعادلة مينيمم مجهولين. الجزء السهل خلص من المسألة ويتبقى ثلاث معادلات مهمين. هاخد مجموعة العزوم حوالين محور الإكس وأصفرها، يلا يا شباب، حد عارف أنا بفكر في إيه دلوقتي؟ كم محدد هيتفتح؟ صح ولا لا؟ وبعد كده افكر في المحدد بيتفتح ازاي؟ بيتميل ازاي؟ وبعد كده بفكر المحدد بيخلص ازاي؟ اطلع المعادله. ثلاث حاجات يا باشمهندس، كام محدد في الاول؟ حد جابها؟ مين يعرف كام محدد؟ انتوا بتفكروا في ايه دلوقتي؟ اللي هيوازي واللي هيقطع الاكس عزمه بكام؟ واللي لا بيوازي ولا بيقطع ليه عزمه، صح ولا لا؟ طب يلا، عينيكم على الاكس اكس في الفري بودي دايجرام. على فكره انا شفت ناس وهي بتحل وبتبص على ده، بتبص على ايه يا حمار؟ بتبص على ايه هنا؟ لا معلش، بتبص على ايه؟ انت بتبص على مين؟ على قوة، القوة انت ظهرتها في الفري بادي دايجرام فبص على ده. ايه رأيك ان دي عزمها بصفر؟ عزمها بصفر. عزمها بصفر، عارفين دي ليه؟ انقطاع من الاورجن، صح ولا لا؟ فتبقى كم قوة؟ واحد ما بيوازيش والله ما بيقطعش. اثنين ما بتوازيش وما بتقطعش الاكس، صح؟ والوزن، اوعى حد يقول لي الوزن بيقطع الاكس، انا لسه شايف الاكس عامل ازاي؟ ها؟ وشايف الوزن؟ صح؟ يبقى كم محدد؟ فرحت جاي في الامتحان ادي المحدد رقم واحد، ثم المحدد رقم اثنين، ثم المحدد رقم ثلاثه، ولازم اصفر في الاخر عشان عمليه الاتزان. اول صف في المحدد 1 0 0 1 0 0 1 0 0، اخر صف في المحدد القوه. انت بتتكلم عن البي واي والباقي بصفار، بتتكلم عن الاي واي كتب مع الواي والله والباقي بصفار، بتتكلم عن ال 150 مع الزد السالب والباقي بصفار، فهمتوا حاجه؟ طب مين الصف الثاني؟ نقطة A، نقطة B تتحط هنا، نقطة A تتحط هنا، نقطة G تتحط هنا، صح ولا أنا غلطان؟ ففي ثلاث نقط أنت هتجيب إحداثيات من A وال B وال G. طب تعالى يا نقطة A من ورقة الأسئلة، إحداثياتها على الزد بس صفر وصفر، نقطة A صفر وصفر وثلاثة من عشرة. طب نقطة B قال لك صفر وصفر واتحركت على محور الزد مسافة 9 من 10. طب الـ G تعالى بقى من ورقة الأسئلة كده وحد يفكر هي النقطة بتاعت المركز دي مشيت قد ايه؟ 0.6 من 10. والله يا باشمهندس المفروض ان انت تمشي على حدود الباب، المفروض ان انت تمشي على حدود الباب وتبقى عارف بسرعه بس عشان ما عنديش وقت، وتبقى عارف ان الجي اتحركت على 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 الضلع ده 6 من 10، وطلعت كده 6 من 10، اللي هو نص الضلع ده كله بالكامل 3 و3 6، 6 و6 12، على الاثنين يبقى 6 من 10. ده كده اللي عايز يتعامل مع النقطة جي. النقطة جي واخدة حركتين، بس في حركة حلوة اللي هي الضلع ده، أنا أعرف إن هو بيوازي محور مين يا باشمهندسين؟ الزد، يبقى النقطة جي مشيت في الزد 6 من 10، لكن في ضلع رخم، الضلع ده مائل ب 6 من 10 زاوية 40 على الإكس وعلى الواي، حد كده هيعرف يحلله؟ أه سهل، 6 من 10، قولوا يا جماعة، كوزاين 40 روح للإكس يبقى 6 من 10 كوزاين 40، وهنا 6 من 10 أهي يا إخوانا صحيح. يبقى انا كده قدرت اجيب احداثيات نقطه المركز جي بان انا حللت الضلع افقي لكن اخدت الزد زي ما هو. الخطوه اللي جايه دي فيها ميزه حلوه. حد
حتى بتختلف عن المحددات اللي كنتوا بتفتحوا فيها اول صف اي جي كي. المحدد اللي اول صف فيه اي جي كي يخلص ثلاث مرات، اما ده هيخلص مره واحده بس، اكيد بالعنصر اللي فيه واحد بس لان الباقي بصفار. فجيت على الواحد كده في الامتحان، صف وعمود صف وعمود صف وعمود، بقى ايه؟ صفر في اي حاجه بصفر ناقص 9 من 10 في ضرب، المعادله بتطلع ايه؟ زائد. صفر في اي حاجه بصفر ناقص 3 من 10 في زائد، يبقى ناقص 3 من 10 اي واي. 6 من 10 في سالب يبقى سالب 150 في 6 من 10 ساين 40، كل ده بيساوي صفر. حد جدع يعرف يقول لي مين اللي طلع هنا؟ مين اللي طلع هنا؟ قول يا دي النيل معادله والله، بس علاقه بمين ومين؟ طب اللي قبلها دي كانت علاقه بمين ومين؟ فتروح واخد المعادله دي مع المعادله دي تحلهم مع بعض بالاله الحاسبه، او هات واحد بدالات التاني، كل واحد وشرط واجتهاد. المهم مين اللي طلع في الليله ديت؟ الاي واي والبي واي، واللي قبلها مين؟ كده ثلاث حاجات طلعوا، فاضل حاجتين، ما هو كانوا 5 مجاعيد وفاضل معادله. حد جدع يعرف يقول مجموعه العزوم حوالين الواي بتساوي صفر. مين يا جماعه يبص لمحور الواي؟ عينك على الواي، عينك على الواي اهو، مش هنا والله، في ناس بتبص هنا. مالناش دعوه بده اهو. ايه رايك ان دي عزمها بصفر؟ ايه رايك ان دي عزمها بصفر؟ ايه رايك ان دي عزمها بصفر؟ طب ما تطلع بقاعده كده، اي قوه موجوده على احد المحاور عزمها حوالين الثلاث محاور بصفر. حد فاهم حاجه؟ تاني، اي قوه موجوده على اي محور من الثلاثه يبقى عزمها حوالين الثلاث محاور فين؟ لان البساطه لو موجوده على احد المحاور يبقى بتعدي على مين؟ يعني بتقطع الثلاثه عند الاورجن، يبقى عزمها بصفر على طول. علشان كده البي واي لا، الاي واي لا، الاي زد لا، فتبقى ثلاثه. حد عارف مين هم الثلاثه؟ الاكس والاكس. وفي واحد ممكن يشك في ال 150، ما هو مش متخيل، مش متخيل ان ال 150 ما بتقطعش الواي، هو تخيل ان ال 150 بتقطع محور الواي، خصوصا لما يقيس محور الواي كده، فهو عنده احساس ان التقاطع حلو. بس انت كده مش واخد بالك ان في فرق ما بين التقاطع الحقيقي والتخالف، عارفين يعني ايه متخالفين؟ مش عارفين، بس عشان انا شغال في الفراغ فبيبان ان هم متقاطعين. لو انت شكيت في قوه اعمل لها محدد. لو المحدد ده طلع قيمه يبقى انا كنت هغلط. انا بصيت في انا بتكلم في الجنرال في العموم. بقول لك بتفتح كام محدد؟ قلت لي اللي بيوازي ولا بيقطع. فجالك قوه كده انت شاكك فيها، انت بتوازي ولا بتقطعي؟ اعمل ايه؟ اصفرها ولا افتح لها محدد؟ طب لو المحدد ده طلع صفر يبقى شكي كان في محل، يبقى يا بتوازي يا. عشان كده لو انت عندك شك او تخيل ان ال 150 بتقطع الواي بس انت مش متاكد من المعلومه دي، افتح لها المحدد بتاعها وشوف هيطلع ايه. تعالى كده افتح ثلاث محددات، ادي واحد ادي اثنين وادي الثالث معايا بتاع الواي صفر صفر واحد صفر صفر واحد صفر صفر. انا هبدا بدال لو بتاع ال 150 صفر وصفر وسالب 150، الجي ما انت جبتها مره خلاص 6 من 10 كوزاين 40، 6 من 10 ساين 40، وعندك 6 من 10. حد بقى يعرف يخلص المحدد ده في الاول كده؟ بس خلي بالك المحدد ده يخلص مره واحده برضه، بس العنصر الوسطاني اللي هو فيه واحد. وخلي بالك ان شرط يعني بعد ما تصف المحدد ترجع تضرب فيه، خلي بالك تنبيهات. فرحت جاي في الامتحان صف وعمود، سيبك بقى في الاشاره السالب دلوقتي، رقم في رقم، طلع رقم ولا لا؟ يبقى ال 150 لا بتوازي ولا بتقطع، لان لها عزم مش بتوازي. طب تعالى نكمل، انت كنت بتجيب عزم مين؟ البي اكس، يبقى بي اكس والباقي بصفار. كنت بتجيب عزم الاي اكس، يبقى الاي اكس والباقي بصفار. هنا هتحط احداثات البي 0 و0 و9 من 10، هنا هتحط احداثات الاي 0 و0 و3 من 10. امسح صف وعمود، امسح صف وعمود، تعالى نطلع المعادله. صفر في اي حاجه بصفر ناقص 9 من 10 في البي اكس. صفر في اي حاجه كنت هغلط. موجب، حد عارف موجب ليه؟ شرط المحدد ساكت. موجب صفر في اي حاجه بصفر ناقص 3 من 10 ناقص 3 من 10 اكس، قلبت ايه برضه؟ ها؟ موجب. بعد كده سالب في موجب بسالب 150 في 6 من 10 كوزاين 40 وموجب برضه، كل ده بيساوي صفر في الاخر. الله، حد يقول لي مين دي يا جماعه؟ معادله علاقه بمين ومين؟ قال لها طب ودي علاقه بمين ومين؟ كلهم مع بعض في الامتحان، وجبت الاي اكس وجبت الايه؟ البي اكس، وجبت الاي واي وجبت البي واي، وجبت الاي زد، الخمسه طلعوا ولا لا؟ يبقى المعادله الثابته ولا لها ريحه اللازمه. وتبقى متاكد 1000000% انها اصلا مش هتطلع حاجه. تاني كده المعادله الثابته مالهاش لازمه، انا خلصت المساله. حد جرب كده ياخد العزم حوالين الزد؟ حد جرب ياخد العزم حوالين الزد؟ ولا قوه بتعمل عزم. حد عارف ليه؟
لا وبصفة كده الموضوع مش سهل، الموضوع محتاج صفة أكتر منه حافظ. دي بتقطع 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 منطبقة، أنا مش بتوازي ده منطبقة. ها ودي إيه؟ يبقى صفر بيساوي صفر، دي معادلة. يبقى وبالتالي إذا لقيت خمس مجال هما خمس معادلات. ده كده المسألة اللي في الشيت، بس أنا طبعا مش حافظ المسألة بأرقامها، أنا اللي يهمني فكرة المسألة. حد عنده مشكلة فيها؟ حد عنده مشكلة فيها؟ لو في وقت ناخد مسألة كمان. شبهها من شوية وهي تقريبا مطلوب في المسألة، عايزين نطلع ردود الأفعال اللي في المسألة. حد يا جماعة يعرف يقول لي فين الجسم المتزن هنا؟ قصور قصور العمود. فروحت جاي في الامتحان أول خطوة من خطوات الحل، أدي محور الإكس محور الواي محور الزد، رحت عامل خط كده وخط كده وخط كده، لا ترسم مواسير ولا ترسم غير، تعلم كل ما الموضوع بسيط يبقى أحسن. في ثلاث نقط مهمين هنا، حد عارفهم مين؟ الـ A والـ B والـ C. الـ A الـ B الـ C. حد بقى يعرف يقول ده بيرنج كلها صح؟ بيرنج. حد فاكر البيرنج بيستبدل بإيه؟ قوتين؟ العازمين لا، فيتبقى قوتين عموديين. بس انت موجودة على الـ Y فهحط واحد على الـ X وواحد على الـ Z، فهسمي القوة باسم النقطة اللي خارجة منها AX AZ. هنا على الزد يبقى واحد على الاكس وواحد على الواي، بي اكس بي واي. هنا على الاكس يبقى واحد على الزد وواحد على الواي، سي واي سي زد. مش احسن من كده يا جماعه، ادي الفري برضه ده كده. في لو فاهم كويس ومذاكر كويس والدرس ده اتهضم، هتلاقي في ثلاث معادلات كده طلعوا يعني في ثواني. حد يسمعني بقى؟ اي اكس زائد بي اكس بتساوي صفر، بي واي زائد سي واي بتساوي صفر، اي زد زائد سي زد بتساوي صفر. حد عارف انا عملت ايه؟ انا عملت ايه؟ ولا حاجه، بجمع قوه على محور مين؟ اكس. اللهم بس عشان يعني الكلام يبقى مظبوط، ان في هنا قوه بمقدار 20 نيوتن. اي حاجه هتعمل ايه كمان تاني؟ ها؟ زودها على القوه اللي فين؟ بس خلي بالك القوه دي مالهاش عزم حوالين الثلاث محاور. صح صح. تعالى بقى اعمل لكم بقى المحددات، ده اللي بيتعب القلب شويه. اول معادله هنتكلم فيها مجموعه العزوم حوالين الاكس بصفر. يلا افتح كام محدد، عينيكوا على الاكس. ها عينيكوا على الاكس اهو. طيب طيب صح، ده لا وده لا وده لا، اتبقى ايه؟ واحد اثنين ثلاثه. على فكره انا شاكك في دي، شاكك فيه، عارف يعني ايه شاكك؟ افتح لها محدد بقى، بس هيطلع المحدد بتاعها بصفر لإني شكت في محل. عشان بتوازي ازاي؟ ما أنا خايف يا جماعة، أنا خايف منكم أنتوا. أنا بخاف منكم أنتوا، أنتوا لأن أنا لو عملت كده أهو ومديت ولقيته بيقطع، أنتوا هتعملوا بقى إيه؟ طب ما هو أي حاجة بقى همدها هتقطع. صح ولا لأ؟ الفراغ مشكلته محتاج تخاف. أنت عارف أنا ليه مديت دي ومتأكد إنها هتقطع الإكس؟ قال لك أصل دي موجودة في المستوى إكس زد بلي، فلو مديتها هتقطع محور الإكس. مش كل الناس بقى بتعرف المعلومه دي، فهقول الجمله اللي جايه، ممنوع اي طالب يمد قوه في الفراغ. اوعى حد يمد حاجه، ما هو طبيعي انت لو مديت اي واحده هتلاقيها بتعمل ايه في المحور؟ بتقطع. فممنوع تمد حاجه. عندك شك
في خوف كده وقلق افتح لها المحدد على طول. فاعمل ايه؟ هروح جاي فاتح محدد للاي زد. خلي بالك انا بكتب جنبها عشان انا ناسي، ممكن ارجع انسى ده بتاع مين وده بتاع مين. وهفتح محدد للبي واي، وهفتح محدد للسي واي. انا عايز اتاكد من ده، فروحت معلم عليه كده انت في شك فيه، ورحت لا مش ده اسف مش ده، هو مين يا جماعه؟ ده للسي واي عادي. وهفتح محدد للسي زد، الكلام على ده كل ده لازم يساوي صفر. وعلشان خاطر انت بتلف حوالين الاكس 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0. القوة على فكره القوة مش محتاجه بص مكتوبه اهي اسمها ايه؟ اي زد والباقي الاصفار. اسمها ايه؟ النص والباقي الاصفار. اسمها ايه؟ سي واي. ما انا محتاج سرعه للاسف. سي زد سي زد والباقي الاصفار. النقط هات ايه؟ هات البي، هات السي، اكتبها هنا وهنا. فهمتوا حاجه؟ فهمتوا اللعبه ديت؟ تعال مين جاب يعرف يجيب احداثيات النقطه؟ لا ده ورقه الاسئله، لان ورقه الاجابه ما فيهاش ابعاد. الفري بادي دياجرام ما بيتحطش عليها ابعاد، الفري بادي دياجرام توزيع القوه مش اكتر. عايز تحط الابعاد عليه انت حر، ما عنديش مشاكل. طب نقطه الايه من ورقه الاسئله؟ اتحركت على الواي مسافه كام؟ يبقى 0.3 و0. طب نقطه البي اتحركت على الزد 4.10 يبقى 0.4. طب نقطه السي واخده حركتين، حركه بمقدار 8 وحركه بمقدار 3 يبقى 3.10 8.10 و0. طب والسي بيتكرر تاني 3.10 و0. والنبي يا جماعه بقى حد يخلص المحدد ده كده؟ اه طلع كام؟ يبقى شكي كان في محله فعلا بيقطع، بس انا ما خسرتش حاجه لما فتحت المحدد. حد يعرف يطلع المعادله؟ يلا كده 3.10 اي زد ناقص 4.10 بي واي ناقص 8.10 سي واي، كل ده بيساوي صفر. علاقه بين مين ومين ومين؟ هتتكلم معادله رقم 4 بقى، كان في 3 طالعين قبل كده لو تفتكروا. طب تعالى المجموع القوة او العزومه انا اسف حوالين الواي، حد يقول لي عينيكم على الواي واي اهو. حد يقول لي كم محدد هيتفتح؟ حد يقول كم محدد؟ طب اظبط كده معايا. لا 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 واحد بس. مين التالتة دي؟ 20. ال 20 لا. ال 20 بالليل طبعا عند برج، مش احنا اتفقنا ان اي قوة موجودة على احد المحاور العزومة حوالين التلات محاور اتبقى كم محدد؟ 2. على فكرة الحصة اللي جاية هتبقى مشاكلكم الأول، يعني خلال الأيام اللي جاية هتبقى مشاكلكم كلها إن أنتم مش فاهمين اللي بيحصل في العزومة. عشان كده تبقى معمولة قرر، اللي لا بيوازي ولا بيقطع، اللي لا بيوازي ولا بيقطع. الناس اللي هتبيت الدرس ده من غير مذاكره، ما انتوا فهمتوا كويس خلاص بقى، روح حل مسائل النهارده او بكره او بعد، لكن ما تجيش بعد 10 ايام وتقول لي انا هفتح الدرس ده. اتبخر ميكانيكي ده عامل زي السبيرت مش هتحل. ولا اكنك سمعت مني كلمه. هتفتح الكلام في المذكره هتشوف كده مذكره ايه يا عم القرف ده، تروح قافل ورايق وده. وخلي بالكوا الكلام ده للاسف اتقال في ساعه، اتقال في ساعه عليه كميه مسائل ربنا ما يوريك. وللاسف مش هتمتحنوا في الكلام ده الا في شهر 6. حاسس بالمشكله اللي انت فيها؟ يعني الكلام ده مليون في الميه مليون في الميه هيتنسي، بس لما اذاكره مره واثنين وثلاثه واقعد طول الترم الثاني اذاكر فيه لوحدي ما حدش هيراجع لك الكلام ده الترم الثاني. فما تزعلش مني، الكلام ده مهم جدا وهتحتاجه اخر السنه. طيب يا جماعه افتح محددين. طب بالمره كده مين جدع يعرف يقول لي كام محدد هيتفتح حوالين الزد؟ بصوا على الزد. زد لا 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 مين؟ اكس ومين؟ سي واي. فهمتوا اللعبه؟ يبقى محددين للزد ومحددين للواي، سيستم معادلات مكون من ست مجالات. دي برضو من ضمن المسائل اللي الدكاتره طالبينها منكم وهيعلموها لكم في امتحانات العملي ان شاء الله. الشيت عليه 5 درجات، الحل بتاعه عليه 5 درجات، وبرضه عشان محدش ينقل من التاني، اللي ينقل ينقل فهم، لان هو في شفوي عليه 5 درجات. الامتحان العملي مقسم جوه الامتحان الى 3 اقسام، شيت، تجربه، شفوي. الشفوي ده بيبقى في الشيت، يفتح لك مساله كده يقول لك حليتها ازاي. ممكن يبقى في التجربه اللي قدامك، طب ايه اجزاء التجربه دي؟ طب التجربه دي بتشتغل ازاي؟ طب انت عملت ايه؟ وريني 5 درجات وانت واقف بتاخدها. يعني هتشوف الدرجه وانت بتتحط قدام عينك 3 من 5، 4 من 5، 5 من 5. خلاص الشيت بيتعلم وعليه 5 درجات، التجربه عليها 10 درجات، ده ال 20 درجه. اما امتحان السمارت جدول نزل صح؟ نزل تبداوا من 31 خلاص؟ ايا كان.